لأردوغان في هذه الانتخابات. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. سنشاهد في هذه الصورة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو. أردوغان يوجه سهام الانتقاد لكمال كليتشدار أوغلو ويقول له أنت ليس لك أي عمل سوى أن تخرج بفيديوهات من المطبخ وتقوم بإمساك البصل، هذه هي الأمور التي تقوم بها الآن، لا تتحدث عن مشاريع أنجزتموها من قبل حتى رؤساء بلدية كل من أنقرة أو إزمير أو إسطنبول، لكن في النهاية تتحدث عن البصل وعن ارتفاع الأسعار. في المقابل نحن نقوم بافتتاح كثير من المشاريع، في المقابل نحن نعمل ونكد من أجل الدولة التركية. ويكفي ما أشار إليه بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي السابق من أنه فوجئ في أحد الأيام بأن رئيس أردوغان يتصل به في الثالثة فجرا يقول كنت أشعر وكأني أعيش حلم، يعني كنت بين الصحيان والنوم كما قال. وقال له أردوغان لماذا لم ينتهي العمل في أحد الطرق التي كانت تتولاها وزارة النقل والمواصلات. يقول فوجئت، شعرت وكأن أردوغان رأى هذا الطريق في المنام، ما الذي دفعه كي يتوجه لي بهذا السؤال في هذه الساعة بالتحديد؟ يقول علمت بعد ذلك بأنه كان هناك أحد المخاتير وجه رسالة لرئيس أردوغان يتساءل فيها لماذا لم يتم الانتهاء من هذا الطريق. رئيس أردوغان نسي أن يوجه هذا السؤال لبن علي يلدرم في الصباح، لكنه تذكر في الثالثة فجرا، لذلك اتصل على بن علي يلدرم في هذا التوقيت وجعله يصحو من النوم حتى يقوم بالإجابة على سؤال أردوغان. هذا الأمر يدلل على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أردوغان ورفاق أردوغان، هذا الأمر يدلل على الحرص الشديد من قبل أردوغان على أن يكون في خدمة هذا الشعب. طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا.